السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. حبايبي اخواتي اعزائي، النهاردة مع أم رؤية هنعمل مسقعة باللحمة المفرومة. هنقول ايه مكونات المسقعة. طبعا معانا هنا بطاطس محمرة، بتنجان وفلفل روم، المكونات طماطم، لحمة مفرومة، فلفل أخضر مقطع مكعبات، صلصة، بصل مفروم، ثوم، التوابل، ملح، كمون، كزبرة جافة. دي كل المكونات، وطبعا زيت. هنشتغل بقى إن شاء الله وكده. بسم الله، هنسمي بسم الله. معانا هنا الطاسة فيها الزيت، نضيف البصل، ما نزودش البصل الزيت كتير، علشان طبعا البتنجان والفلفل فيهم زيت، فعشان ما تبقاش تقيلة قوي. حمر البصلة تبقى ايه، صفرة شوية كده بقى، لونها كويس. هنضيف اللحم، معاها التوم، اللحمة معاها التوم، وهقلبها كده. هضيف معاها الفلفل الاخضر المكعبات. الفلفل الاخضر ده بيدي طعم جميل جدا جدا في المسقعه. التوابل هعصجها، بعدين نضيف الصلصه والطماطم. بص الشكل كده جميل جدا، كفاية عليها كده. نحط معلقة الصلصة، ونحطها كده طماطم، ونضيف الطماطم. دي بقى تاخد غلوتين، وهنضيفها على، هكون انا رصيت على ما تاخد الغلوتين، ارص البتنجان والفلفل والبطاطس في الصينية، تكون هي خدت غلوتين، نحطهم عليها ان شاء الله. بصوا يا حبايب قلبي، انا الصينية مش هدهنها زيت ولا اي مادة دهنية خالص، لان طبعا البتنجان والفلفل والبطاطس مليين بزيت وفيهم زيت، انت عارفين البتنجان بيشرب شويه ايه، زيت. فانا مش هحط في الماده خالص زيت، بس هحط في القعر اول حاجه خالص، هرص البتنجان عشان هو اللي فيه زيت، عن الفلفل وعن البطاطس. فانا هرص البتنجان هو الاول، وهنشوف الشكل ايه، بعدين نحط الصلصه باللحمه ان شاء الله. بصي يا حبايبي، هي كده كويس قوي، انا مش عايزاها تتسبك، انا عايزه بس اديها غلوتين، هي هتستوي مع في الصينيه مع الحاجه. يبقى احنا كده خلاص هناخدها على الصينيه. مش هتتوقعوا صينيه المسقعه دي طعمها ايه، رهيب. هي كده اهي، بس كده على كده بقى، هي هتدخل بقى على طول الفرن ان شاء الله. لما تطلع بقى من الفرن نشوف النتيجه بتاعتها. وبكده بقى يا حبايبي، صينيه المسقعه خلاص كده طلعت من الفرن، وده الشكل النهائي بتاعها. ودايما يا رب نكون مع بعض على خير، وان عجبكم وصفاتي ما تنسوش تعملوا الاشتراك وتفعلوا الجرس، ودايما مع مرايف وصفات احلى واحلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.